السلام عليكم ورحمة الله متابعات متابعي جريدة عبر الأعزاء. في هذا البث المباشر هنا من مدينة سيدي الطيبي أو جامعة سيدي الطيبي إقليم القنيطرة، حيث سنتابع إياكم هذا البث المباشر لهذ الأم اللي أبات إلا أنها تخرج تصور هذا الفيديو، تحكي المعاناة ديالها مع الأبناء ديالها اللي كيعيشوا الإعاقة. كلمات او حاله ما يمكنش اننا نختزلوها في بعض الكلمات، لكن غادي نعطيو للام انها تتكلم، تحدث لنا على المعاناه ديالها مادام انها اتصلت وطلبت انها توجه للراي العام بهذه الكلمات اللي انا شخصيا في دردشه قبليه معها كنعتبرها معاناه حقيقيه لهذه الام مع الابناء ديالها. السلام عليكم اخوتي، بغيت نشرح لكم الحالات ديال وليداتي باش انتوما تشوفوا من حالي وتشوفوا من حالة الوليدات. هاد الوليد كان عاني معاه من الزياده ديالو، هذا عنده 17 وهذا 23 عام. منين تزادوا هما هكا، الحاله ديالهم هكا، منين تزادوا وانا معاهم في تماره طالعه هابطه للسويسي الترويد، ما خليت فين ديتهم، جريت وعييت هذا الله. وبالنسبه ليهم ما نقدرش نخرج ونخلي، دابا حاليا انا عييت ما نقدرش نخرج ونخلي هاد الوليدات بوحديتهم. من الصغر ديالهم بالاعاقه ديالهم؟ بالاعاقه الثالث هذا الثاني والثالث اللي خرجوا فيهم الاعاقه. منين تزادوا وانا معاهم في المعاناه. احكي لنا شويه على المعاناه اللي منين تزادوا. هذا من 6 شهور وانا كنجري به، من 6 شهور وانا كنجري به في الترويد، ما خليت فين جريت به. ومنين وصلت 9 سنين بديت عليهم بالعمليات، هو وخوه، لا هذا ولا هذا، بجوج يعني. وكذلك هذا حتى هو عاوتاني من 8 شهور جاتو ايمالانجيت وانا كنعاني معاه. يعني هادشي اللي عطى الله وهادشي اللي قدرني عليه الله. ودابا حاليا راه ليكوش، راه كنعاني غير من ليكوش الاكثريه. بعدا حاليا كنخليهم نهار كلهم برا باش كيديروا داكشي برا، وكندخلهم باش كندير لهم ليكوش بالليل على حساب الاقتصاد. وهاد الوليد الا ما ربطتوش كياكل داكشي ديالو ديال الغيط، حاشاكم كياكلو ما تيعرف شنو كيدير به، خاصني نربطو باش نرجع ما نلقاه داير والو. كياكل الخرج ديالو ما كيعرفش مسكين، كياكلو كيلعب به في وجهو، كنلقاه في سنانو كنحيدو ليه بالشيته، كنلقاه في وجهو في حوايجو في الحيط، ما كيعرفش كاع شنو هو، كياكلو كيلعب به عادي وكيضحك. لا ما عارف والو، انت كتهضر معاه هو كيضحك. ضروري انا خصني نخرج نتقدى، خصني نخرج نجيب الحاجيات. راك عارف الترويد حاليا دابا انا حبست لان انا عييت لا اله الا الله، ما قدرتش، ما بقيتش قادره، لان ما كاينش اللي كيعاوني من غير الله سبحانه وتعالى. با معايا وحاليا انا راه مريض، هذا الشيء اللي كاين، لان قال لي انت جري عليهم دبري راسك. انا حتى انا قال لي عييت. انا حاليا كندير واحد الصمطه، درت واحد اوبيراسيون على الظهر، دابا حاليا راه كندير واحد الصمطه ديال الظهر، لان بكثره داك الركوب اللي كنركب هما كنديرش ليهم كروسه لا شيز ولا، دابا داكشي كله كيرجع ليا. كيف واحد دابا التنقل ديالهم للمستشفى كتضطري انك تركب بهم في الطريق؟ ضروري، لان ما كاينش ترونسبور. ما كاينش ترونسبور، ما كاينش اللي يعاونك؟ لا والو، ما كاينش اللي يعاونني حتى واحد من غير الله سبحانه وتعالى. انتم تشوفوا بعينيكم، واللي بغى يشوف عين المكان مرحبا به، ماشي مشكل. بصح طلق رجليك، دير رجل في رجل، حيد. دابا الوليدات كيحتاجوا الترويد، كيحتاجوا الدواء، كيحتاجوا الترويد وكيحتاجوا الدواء وكيحتاجوا الماكله الفيتامينات، هادشي كله ما متوفر عندي حتى حاجه حاليا. ما قديتي تشري لهم حتى حاجه؟ لا صافي عييت، هذا لا اله الا الله، ربي عالي وعالم. نعم حتى هما كيحسوا بيا مساكن، ما لقيت لهم جهد، هذا جا جهد لا جهد الله. ما كيعرفوا حتى حاجه مسيكي. قلتي لي حصان الدار اللي ساكنه فيها ديال الوراثه، قال لي انها قايله للسفر. عندها عمرها شي 60 عام، ديال الوراثه. هذه دار عشوائيه؟ عشوائيه ديال الوراثه. ما موقته تتريب، هادشي اللي كاين، لان ما عندي فين نخرج.
ما عندناش من غيره، عندنا الله سبحانه وتعالى. واخا انت تصلي باش تصوري توصلي المعاناه ديال الاطفال ديالك كانوا كيعيشوا هذه الاعاقه اللي ما قدرتيش انك تكمل معاهم، ما قدرتيش نقاوم يعني المصرف ديالهم صعيب بزاف. انا كنطلب من المحسنين ومن الناس المسؤولين يعاونوني يشوفوا من حالي، هذا الشيء اللي عطى الله كنطلب، الله ما يحشمنيش. ما كنطلب حتى حاجه كثيره، عاونوني يشوفوا من حالي، يشوفوا من حال الوليدات. محتاجه حاليا غير ليكوش، بعدا على الاقل ليكوش، هذا هو اكثر حاجه ليها بزاف مضطره. نعم يوميا ليكوش. دابا كنحاول كنخليهم ساكن في البرد، ها هما تيح الله ما عندي مندير باش نوفر ديك ليكوشه بالليل وحده، اما بنهار خص ثلاثه القليله جوج. وليكوش راه غاليه الكبيره ماشي ليكوش الصغيره، راه لا اله الا الله، يعني كنحاول نحيدها من كرشي نوفرها لهم. واخا عندك شي وليدات مغاربه؟ ها عندي ثلاثه اخرين ما فيهم والو الحمد لله، هادو ما عرفتش هادشي اللي عطى الله، هذا الاول وهذا الثالث. يعني طول هاد السنه 23 عام، 23 عام وانا كنقاصي، ولكن الحمد لله هادشي اللي عطى الله ما عرفتش. اللهم لك الحمد. رصا جلس رصا، مرحبا بهادشي، ما عندي ما غندير. ميا كيحسوا بيا، كيحسوا بيا، ما كيبغيوني لا نبكي لا نتقهر لا والو، كيحسوا بيا. ورغم ان بغى يعطيهم شي واحد شي حاجه ما كيبغيوش يشدوا، ما كيبغيوش كيشدوش. حاسين هذا ما يبغيني لا نبكي لا نتقهر لا والو، هذا بالاخص هذا فرصة. نتمنى يا ربي اللي حاشمني مع الوليدات، ما خصني حتى حاجه، خصني غير الوليدات يكونوا على خير وبخير. الرقم ديالي 06 18 73 57 59 99، 06 18 73 57 99. إذا متابعات متابعي جلسة عبر الأعزاء، فدائما كنت أقول أن الصورة أبلغ من الشرح من التوضيح، ونحن نصور في هذا البث المباشر تأثرنا بالصورة أكثر من كلام الأم. المعاناة واضحة، الحالة ديال الطفلين واضحة، الحالة المعيشية اللي كيعيشوا فيها هاد الأسرة واضحة، بحيث أن الدار اللي كيسكنوا فيها وكيف ما كتشوفوا في هاد البث المباشر هي أو هو واحد المنزل بسيط قايل للسقوط، منزل ديال الوراثة فقط كيعيشوا فيه، يعني معاناة بكل ما للكلمة من معنى. الطلب ديالها بسيط، هو أنه ليكوش ما لقاتش باش تشريه، شي حاجة بسيطة اللي كتحتاجها هاد الأم حتى أنها تعاون راسها على خدمة هاد الطفلين اللي من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بهذا المرض، وابتلاها كذلك بهاد الحالة ديال هاد الطفلين. أكيد الله سبحانه وتعالى غيجازيها بالإحسان إحسانا، إلا أن يعني ضعف الحالة المادية ديالها والمرض ديال الزوج ديالها خلاها تخرج تطالب المحسنين باش يعاونوها على شي حاجة بسيطة اللي هي بعض حاجيات هاد الطفلين اللي كتشوفوا الحالة ديالهم في هاد البث المباشر. واحد جوج وليدات من ذوي الاحتياجات الخاصة ما كيعرفوا حتى شي حاجة، لدرجة ان
واحد منهم الى خرجت تقضي بعض الاغراض ديالها كتربطو باش ما ياكلش الخروج ديالو باش ما يكرفش حالته. اذا هذه كلها معاناه سمعناها واياكم وتابعناها في هذا البث المباشر هنا من سيدي الطيبي او جماعه سيدي الطيبي اقليم القنيطره. السيده خلات الرقم ديالها املا في ان تجد اذان صاغيه قلوب رحيمه تشوفها بعين الرحمه، كذلك عيون للمسؤولين تشوفها بعين المسؤولين، حتى انها تعاون راسها على خدمه هاد الوليدات ديالها اللي كيعيشوا الاعاقه، كيعيشوا هذا المرض اللي قلت هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، واكيد بخدمتها لهم جزاها الله بالاحسان احسانا. الا انه مطلوب من المحسنين انهم يتعاونوا مع السيده حتى انها تحاول انها تلبي حاجيات الوليدات ديالها. متابعات متابعي جريدة عبير من جماعة سيدي الطيبي اقليم القنيطرة، استودعكم الله على امل اللقاء بكم في حين اخر.